معنا من الرباط وزير الخارجية والتعاون الدولي ليبيا عبد الهادي الحويج. مرحبا بك معاليك، نرحب بك. بداية، عقيلة صالح قدم مبادرة للجانب المغربي، كيف تفاعلت هذه المبادرة؟ طبعا في البداية شكرا لتاحت هذه الفرصة. هي ليست مبادرة جديدة، هي المبادرة التي أعلن عنها المستشار عقيلة صالح منذ حوالي شهرين. هذه المبادرة هي الهدف من زيارة المغرب هو حشد الدعم الإقليمي والدولي لهذه المبادرة، ونحن نرى أن هذه المبادرة هي الحل الأقرب والأنجع للأزمة الليبية، خاصة وأن هذه المقاربة الجديدة التي طرحها المستشار عقيلة صالح وهي أصبحت مبادرة ليبية. هذه المقاربة تقوم على حل يصنعه الليبيون وعلى أفكار ليبية، وليست مصنوعة من الخارج أو مستوردة من أي دولة من دول العالم. وبالتالي نحن اليوم نحاول الحشد الإقليمي والدولي لهذه المبادرة، لأننا نريد حلحلة وحل نهائي ومستدام ومنصف وعادل للأزمة الليبية. كما تعرفون أن هناك اليوم للأسف تحشيد دولي، وهناك عدوان تركي سافر، هناك بوارج وطائرات، وهناك مرتزقة وارهابيون أجانب، هناك عمل كثير. ولكن نحن اليوم مع التهدئة، مع تثبيت وقف إطلاق النار، مع إطلاق عملية سياسية، وندعم ونؤيد ونريد لكل الأطراف الليبية أن تنخرط في المبادرة الليبية لحل الأزمة الليبية التي أعلن عنها المستشار عقيلة صالح، التي فيها جملة من التوابت، ونريد لكل الأطراف أن تدعم وتؤيد هذه المبادرة وأن تقدم تنازلات مؤلمة. ولا حل إلا حل عبر الليبيون ويصنعه الليبيون ويشارك فيه الليبيون. والمغرب حقيقة يعني دورها مشكور وجهدها مشكور. المغرب منخرط منذ مدة وملتزم بحل الأزمة الليبية ومساهم إيجابي وبناء في حل الأزمة الليبية، كان له دور في السابق ومستمر في الوقت في الفترة الحالية، وسيكون له دور أيضا مستمر في الحل الأزمة الليبية. وبصراحة ربما نقولها لأول مرة، المغرب منذ مدة يعمل على محاولة حل المادة 15 هي توزيع المناصب السيادية، يعني كان يعمل منذ فترة على حل هذه المشكلة باعتبارها أحد المشاكل الرئيسية المتعلقة بالتوزيع العادل للثروة، وخاصة المناصب السيادية مثل المصرف الليبي المركزي ومؤسسة الاستثمار ومؤسسة النفط ومجموعة من المؤسسات السيادية. ولكن هذه أهم المؤسسات، لأن في غياب التوزيع العادل للثروة وفي غياب التنمية وفي وجود تهميش سوف يصعب ويصعد وحدة الاختلاف لحل الأزمة الليبية. نعم معاليك، إذا أردنا التفصيل، يعني ما هو المطلوب من المغرب؟ أي دور قد تلعبه المغرب في الوصول لحلول الأزمة الليبية؟ يعني المغرب يعني لعب الدور في السابق، ونريد لهذا الدور أن يستمر مع الآخرين، مع اللاعبين الآخرين. المغرب دورها أساسي. المغرب ليس لديها أي أطماع خاصة بالأزمة الليبية، والمغرب صلاتها وعلاقاتها الإقليمية وعلى مستوى الاتحاد الأفريقي ودوليا هي شريك مقبول وبناء، لديها تجربة كبيرة في قضايا حل الأزمات بالإضافة للشركاء الآخرين. ولكن المغرب هي لاعب أساسي حقيقة، واللي نوجه لهم التحية، نوجهه للمملكة. وإحنا جرينا جملة من المفاوضات مع معالي وزير الخارجية ومع المسؤولين المغاربة ومع رئيس مجلس النواب، وأجرينا جملة من اللقاءات الكثيرة والكثيرة جدا لساعات طوال، كان فيها الصبر وكان فيها التأمل وكان فيها استماع إلى وجهات النظر وكان فيها الفهم المشترك لرؤيتنا لحل الأزمة الليبية. ونعتقد أنه عندما تكون هناك قناعات، تتكون قناعات مشتركة مع الآخرين، هذه سيساهم في حلحلة الأزمة الليبية. نحن بكل الأحوال نريد حل يصنعه الليبيون، نريد الوصول إلى حل دائم ومستدام. لا نريد للغة البندقية أن تكون هي اللغة الموجودة، نريد للغة الحوار وطاولة الحوار. وما نصل إليه اليوم أفضل من نصل له يوم الغد. لدينا تجارب في العالم، تجربة اللبنانية ظلت 15 عاما من الصراع والنزاع المتواصل، وبعد 15 عام جلسوا وأبرموا اتفاق الطائف. نحن نريد الليبيون اليوم أن يجلسوا معا ويتحاوروا معا
ويصنع مستقبل للأجيال الحالية والأجيال القادمة، ولكن وفق توابط. ونريد أن الحل أن يكون حلا مستداما ونهائيا، ولن يكون مستداما ونهائيا إلا بأن يكون السلاح تحت كره الدولة، وأن لا يكون هناك فوضى للميليشيات وخارجين عن القانون، وأن يخرج المرتزق والإرهابيون، وأن يوقف هذا العدوان وهذه العربدة التركية للأسف اللي هي أمام مرأة ومسمع من العالم أجمع. لأن نحن اليوم حتى قضية الإرهاب هي قضية عالمية، ونحن نواجه هذه المعركة نيابة عن الليبيين أولا، ونيابة عن المتوسط، ونيابة عن العالم. والتهديد الذي تمارسه الميليشيات لا يهدد ليبيا فقط، فوضى السلاح اللي هي أكثر من 21 مليون قطعة سلاح وفق إحصائيات الأمم المتحدة، هذه السلاح وهذه الفوضى تهدد المتوسط، تهدد الليبيين أولا، وتهدد المتوسط، وتهدد دول الجوار، وتهدد أفريقيا، وتهدد العالم. وبالتالي لا بد من جمع وتنظيم ونزع السلاح، لا بد أن تكون ليبيا دولة مسالمة في فضائها المتوسطي والمغاربي والأفريقي، ولن يكون ذلك إلا بخروج المرتزقة والإرهابيين ورفض العدوان الأجنبي واستقلال وسيادة كرامة الوطن والمواطن وصون الحدود. وهذا لن يكون إلا بوجود قواتنا المسلحة، قوات فاعلة وقوية تحمي الحدود، تصون الديار، تصون كرامة المواطن، ونحتكم إلى لغة الديمقراطية بدلا من لغة السلاح. نعم معاليك، لماذا يعني بالرغم من كل المبادرات السابقة لماذا لم تتجه الأمور نحو حل هذه الأزمة؟ يعني ما هي المعوقات؟ الإجابة سهلة، لأن المحاولات، أغلب المحاولات لم تتجه إلى الأزمة الحقيقية، لم تتجه لمعالجة الأزمة. الأزمة الحقيقية تكمن في فوضى السلاح، الأزمة الحقيقية تكمن في وجود الميليشيات، الأزمة الحقيقية تكمن في وجود المرتزق الأجانب، الأزمة الحقيقية تكمن في العدوان الأجنبي والتواجد الأجنبي. إذا عالجنا خاصة قضية فوضى السلاح ووجود الميليشيات، إذا عالجنا هذه القضية نعتقد أنه نستطيع وجود الوصول إلى حل دائم ومستدام للأزمة الليبية. لن نصل إلى حل دائم في ظل فوضى السلاح، لن نصل إلى الدولة الديمقراطية المدنية التعددية في ظل فوضى السلاح وفي ظل وجود الخارجين عن القانون، لن نصل إلى الدولة المدنية المنشودة التي ينشدها الليبيون والحياة الآمنة والمستقرة ودولة المواطنة ودولة حقوق الإنسان ودولة الحريات إلا بانتهاء الانتهاء من فوضى السلاح وانتهاء من الخارجين عن القانون والانتهاء من الإرهاب والإرهابيين. هذه مسائل أساسية عندما نتحدث، هذه أبجديات. أي دولة في العالم لا تسمح، أي دولة في العالم تسمح بوجود الإرهاب وتسمح بوجود فوضى السلاح وتسمح بوجود هذا التواجد الأجنبي ومحاولات حتى وجود قواعد عسكرية من الأتراك؟ إذا نحن ندعو اليوم الليبيين في مختلف توجهاتهم في مختلف أماكنهم، ندعوهم لتحكيم لغة العقل، ندعوهم لتحكيم لغة الحوار، ندعوهم لتحكيم الحل، الوصول إلى الحل الليبي. لا ننتظر حلول جاهزة، لا ننتظر وصفات جاهزة من الخارج. نعتقد أن الليبيين قادرين أن يصلوا ويصنعوا حل بأيديهم، وأعتقد أنه آن الأوان بعد 9 سنوات من الفوضى ومن القتال ومن الدم ومن النزوح ومن التهجير، نعتقد أن اليوم الفرصة مواتية لحل الأزمة الليبية، لأنه شبح التقسيم للأسف قائم، لأنه القواعد شبح قواعد الأجنبية قائم، العدوان الأجنبي والعدوان التركي اليوم ماتل أمام أعيننا، محاولة استغلال ثروات ونفط الليبيين موجود وقائم. وبالتالي على الليبيين اليوم أن يلتفوا معا وأن يعملوا معا وأن يصلوا إلى سلام الشجعان وأن يلعنوا لغة البندقية وأن يكون الحوار هو الديدن وأن نحتكم إلى دولة القانون والمؤسسات. هذا ممكن، نعم أنه حل صعب ولكنه ممكن، وعلينا أن نجعل الصعب سهل، علينا أن ييسر، علينا على كل أطراف تقديم تنازلات مؤلمة، وعلى الليبيين أن يلتفوا اليوم أمامنا مبادرة، أي مبادرة قابلة للتعديل. الاتفاق السياسي الذي كان في 2015 في وقته كان اتفاقا ناجعا ومهما، لكنه كما يقول حتى إخوتنا المغاربة هو ليس أصل تجاري للمغرب، هو منتوج ليبي، والنص من حيث النص هو جيد وممتاز، ولكن للأسف لم ينفذ هذا الاتفاق ولم يطبق، وللأسف السراج اختطف هذا الاتفاق وأفقده أهميته وقيمته القانونية والسياسية والأخلاقية. وكان ممكن أن يصار إلى حل دائم وأن تكون حكومة الوفاق
حكومة وفاق وأن تكون حكومة كليبيين ولا تكون حكومة محاصصة ولا تكون حكومة لجهة. نحن اليوم لا نريد أن نلعن الماضي، نريد اليوم أن نعبد الطريق للمستقبل، نريد لغة الحوار، نريد لغة الديمقراطية، نريد الوصول إلى حل دائم ومستدام. ونقول الليبيين لا يجب أن قرارنا الوطني لا يجب أن يكون بيد الخارج، عليكم أن تعتمدوا على أنفسكم. والليبيين كما كانوا في القرضابية وكانوا في ميثاق سرت الأولى في سنة 1922 استطاعوا أن يوحدوا جهودهم ويوحدوا قياداتهم ويغلبوا لغة الوطن. نريد للليبيون اليوم أن يغلبوا لغة الوطن وأن يعملوا معا لحل الأزمة الليبية. نعم معاليك، نشكرك ونتمنى الوصول إلى حل مستدام للأزمة الليبية. شكرا لك، كان معنا من الرباط وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي عبد الهادي الحويج.